هو ينفع العنور يطفي النور دي؟ هي اخر حاجه يا جدعان بقى. العنور عادل اصله ينفع يطفي النور دي؟ بعد اذنك العديس كحاله 5 دقايق الناس تاخد حظها وبعد كده نطلع الفقرات عشان نشتغل. احلى عمده المقص الزاد. حاضر العنور يطفي النور والنبي ولا بالو سلطان يا زميلي الواحده حاضر ولا بالو عشان نشيل عمرك يوم ما كنت مين ما بتعبش على ايه انا اسمي بيبعد اي دولة اخطاب مني مرعوبين فقررت اقل لو قادر يرفع ايده فيه سلطان اسمي الوحدة حاملة ابعد عنا عشان نشيل عمرك يوم ما دوب مين ما بتعبش على ايه انا اسمي بيبعد اي دولة اخطاب مني مرعوبين طلع النبي احسان احسان بناء على الرغبة عادل صابوه والفرح كل اللي عمال يطفي النور. طب الرجاله ترد علي كحالها لا لسه الرجاله اللي على الارض لسه ما طفاش يا عم حاج هو كده حلو الرجاله الرجاله لا يا رب تليفونك يتقطع حتت الله الله ايد الفلاش الله ايد الفلاش ايد الفلاش قاعد او واقف يا كريم طلع ايد الفلاش ايد الفلاش تعال سعداوي قلبي تعال سعداوي قلبي ورب ما نشتغل غير لما كله ايد الفلاش ايد الفلاش يا حبي ما هو اليوم ده مش هيتعوض صلى على النبي الحظ هيتقفل بعمر من داخليه علي شويه ايد الفلاش بتاعك اعمل كده ايد الفلاش بتاعك اعمل كده ايد الفلاش بتاعك ايد الفي ارفع الفلاش لفوق يا خرابي يا حسام يا حسن يا رب اللي قاعد اهو لو ما قاد الفلاش عربيه تقطعه بقول لك احسن من ارض الخوف هجيب مسمار مشعوب ارفع الفلاش لفوق ولا ولا علي شويه يا الشير علي شويه يا الشير عمرك يوم ما كنت مين ما بصعبش على هون انا اسمي نور على اي دولة اخطاب مني مرعوبين فكرت بنفس حبيبك صعيدي 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 فكرني سايق انت يا
اخر حاجه اخر حاجه راس عربي راس عربي بس خلاص.